شأن الحظر، احنا نتحاشى الحظر بأي طريقة ممكنة، والطرق أخرى إن شاء الله تكون بديلة للحظر، منها التطعيم. وأدعو إخواني وأخواتي المبادرة بطلب التطعيم، لأن إخواننا في وزارة الصحة وأخواتي أطباء وفنيين وممرضين الله يكون بعونهم، وفعلا أنا بهالمناسبة أتقدم لهم بالشكر الجزيل على اللي قاعد يقومون فيه إخواننا في وزارة الصحة. أطبائنا يشتغلون ليل والنهار، وطاقم التمريضي يعني فعلا يشتغلون بأعلى طاقة لهم. الأرقام مقلقة جدا الحين قاعد نشوفها موجودة في المستشفيات، سواء في العناية المركزة أو في الأجنحة. لا تنسون هناك أمراض أخرى غير كورونا موجودة ويحتاجون الرعاية كذلك، في عمليات موجودة يحتاجون الرعاية كذلك. فأطلب من إخواني وأخواتي في الكويت أن يبادرون بالتطعيم، والحمد لله يعني أنا واحد من الناس متطعم الحين، الحمد لله، يذكرونا وراحت ما دريت عنها. هذا التطعيم.